تفتكروا ايه اكتر الصعوبات او ايه اكتر التحديات اللي ممكن تكون البنت او الست او المراه بتواجهها بشكل عام لحد الوقت اللي احنا فيه ده يعني احنا مش عايزين نتكلم في حاجات فاتت لان احنا عدينا بمراحل كتير قوي والحمد لله قدرنا اننا نثبت نفسنا بشكل كبير وده ما نقدرش ان احنا نختلف عليه انما اكيد لسه أكيد عايزين أكتر، أكيد بنحلم بأكتر من ده وده مش عيب. إيه اللي أنت شايفاه يا من وجهة نظرك إنه إحنا لسه عايزين نكمل في الطريق ده أو لسه ناقصنا الجزئية دي؟ بصي أنا دايماً بحب أقول إنه البنت لازم تقف على رجليها قبل ما تفكر إنها يعني ترتبط في حياتها بشريك الحياة. أيوه فيعني لازم تكون عدت سن معين، لازم تكون خاضت تجارب العمل والدراسة وبقى عندها يعني زي كده هي بقت ظهر نفسها أيوة. لانه يوم ما هترتبط ببني ادم لو المواضيع مشيت تمام م. ما حصلش نصيب هتبقى مش هتقع مش هتنهار م. م. فدي حاجة مهمة جدا لازم يعني ناكد عليها طول الوقت مش ده طول مش الوقت اللي انت شايفاه طبعا أوه. الحاجة الثانية اللي انا بشوف انها ناقصة بقى وما في بيتعملش فيها حاجة أوه. هي ما تخصش الحقيقة المرأة هي تخص الرجل انه ما فيش توجيه للشباب وللرجال بازاي ايه الطريقة المظبوطة للتعامل مع المرأة يعني مفيش مرجعية لازاي الراجل يتعامل مع الست ويتعامل مع الزوجة ويتعامل م. مع الأسرة والأولاد م. ويحتويهم م. ويكون هو فعلا يعني رب الاسره بشكل مظبوط احنا عندنا مفهوم مغلوط لإزاي لل... ل... ل... الراجل يبقى راجل البيت مم. فده ده طبعا يعني انا في روايه الناشز ناس كتير عارفه ان كلمه ناشز كعنوان لروايتي مقصود بيه نشوز الرجل مش نشوز المراه ودي طبعا كانت يعني عقبه في سبيل ان انا اتكلم عن الموضوع يعني أنا... نقطه مهمه جدا آه.